بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن اسرار وفوائد ازاي نعالج التهابات الظهر وخاصه التهابات العضلات بتاعه الظهر والاربطه بتاعه الظهر باستخدام النباتات الطبيه. حلقه النهارده حلقه جميله جدا، هنتكلم فيها عن اعداء العضلات اللي بيخلي العضلات بتاعتنا تضعف. هنتكلم فيها عن كمان اصدقاء العضلات زي مثلا نبات الزنجبيل، نبات القرفه، وايه الادله العلميه ورا كده. دايما الالتهابات بتاعه العضلات بتاعه الظهر بتكون من الحاجات اللي بتكون مزعجه جدا للمرضى اللي عندهم انزلاق غضروفي، حتى المرضى اللي ما عندهمش انزلاق. بمعنى اللي انت ممكن يكون عندك الم شديد جدا في ظهرك وهو اصلا ما فيش انزلاق، بس كمان مأثر على الاعصاب، زي في عندنا عضله اسمها العضله الكمثريه كده ماشي فيها العصب الوركي، فما بيحصل التهاب شديد جدا في العضله دي، فهي كمان بتعمل التهاب في العصب. لان الدراسات بتقول لك ان في 5 مليون واحد سنويا على الاقل بيكون عندهم التهاب في العضلات، هي اللي بتكون الم ظهرهم وهي اللي بتكون الم اعصابهم، ولكن لا عنده انزلاق غضروفي ولا شيء. انا ليه اصلا ممكن يحصل لي التهاب في عضلات ظهري؟ ليه يحصل لي الم اصلا بقى في ظهري؟ اول سبب، وده سبب شائع جدا، شيل التقيل، الفرامل، تضرب فرامله شديده، وكذلك الادويه المخفضه للكوليسترول بتاع الدم. خلي بالك الدراسات بتؤكد قطعيا ان الادويه دي بتضعف العضلات بتاعه الجسم كله بما فيها عضلات الظهر. ده مش بس كده، كمان الدراسات بتقول لك ده كمان الادويه دي ممكن بسبب اللي هي بتاكل العضلات تنزل تضعف العضله لدرجه ان العضله تتفتت وتروح تسد الكلى وتعمل كسور كلوي شديد جدا. طب ايه الحل؟ الحل في الدراسه اللي اتنشرت في امريكا في سبتمبر 2011 اللي بتقول لك لازم تستخدم فيتامين د بانتظام مع الادويه دي عشان تتجنب العرض الجانبي ده. طيب يبقى دي اول حاجه او اول عدو للعضلات اللي هي الادويه المخفضه لكوليسترول الدم، وقلنا ازاي اللي احنا نتجنب هذا الكلام. الحاجه الثانيه، يبقى العضلات دي لحمه، انت محتاج تاكل لحمه عشان تقوي اللحمه. يعني شوف سهل ايه اللي ممكن يخليني باكل لحمه وفي نفس الوقت برضه ضعيف وعندي ضعف في العضلات وهزيل كده وعندي هزال. قله حمض المعده. طب في دليل على كده؟ ايوه يا سيدي، خد بقى الدراسه رقم 2 والعدو رقم 2 للعضلات. العدو رقم 2 للعضلات هي الادويه المضاده للحموضه. كل الادويه اللي انت بتستخدمها كمضاده للحموضه بتعمل ضعف شديد في حمض المعده، فما بيحصل ضعف شديد في حمض المعده اللي بيحصل ما بهضمش اللحمه اللي باكلها، يحصل ضعف في العضلات لان مش هيحصل تغذيه للعضلات بتاعتك باللحمه اللي انت بتاكلها. طب انا اعمل ايه عشان خاطر اعالج الموضوع ده اللي انا اقوي حمض المعده؟ عندك ثلاث طرق. اول طريقه يا سيدي هو خل التفاح. اما اجي استخدم الخل، معلقه صغيره، ميه كتير، معلقه صغيره عسل معاه على كوبايه ميه، واشربهم بشفاطه، اشربهم بايه؟ بشفاطه عشان سناني. ده بانتظام بعد الاكل هتقوي لك معدتك. وكمان بعض النباتات الطبيه المفيده في القصه دي زي الكمون وزي برضو الزنجبيل والقرفه. في نبات طبي جميل جدا اسمه نبات الجنطانيه. بص النبات ده ليه قصه. نبات الجنطانيه ده احنا عندنا بنسميه جنتيانا، مش عارف ليه اللي بيشتغلوا معانا مش عارفين ينطقوه بالاسم الصحيح، هو اسمه جنطانيه. المهم ما علينا، عندنا عشان لو جيت تتصل عندنا وتطلبه اسمه ايوه هتقول له جنطاني، يقول لك قول له جنتيانا، فريح دماغك عشان بس انا بقول لك على الوصفه قبل ما تتصل. نبات الجنطانيا ده من النباتات الطبيه اللي بتقوي حمض المعده جدا. رقم 3، الموز. الموز بيضعف العضلات، والموز مفيد وكل حاجه بس الاعتدال مطلوب. الجلوتين، الجلوتين ده اللي هو ايه؟ ده الماده اللي موجوده في القمح. ايه ده؟ هو القمح بيضعف العضلات؟ والله بعض الاشخاص اللي عندهم حساسيه في جسمهم من القمح جسمهم بيحصل فيه ضعف شديد جدا نتيجه اكل القمح. العضلات يا جماعه ليها ابن عم بيقويها دايما وبيخليها تبقى دايما قويه، هي الاعصاب. حصل ضعف في الاعصاب لازم وحتما ولابد يحصل انهيار تام في العضلات ويحصل ضعف شديد جدا. لان يا جماعه العضلات عشان تتقوى بتحتاج هرمون الانسولين، يعني لان الانسولين هو اللي بيدخل الاحماض الامينيه، هو اللي بيدخل السكر. فلو في مقاومه انسولين ما شيء ما مانع دخول الانسولين للعضله وتغذيتها بتلاقي حصل رهرها في العضلات. فدايما احنا بننصح المرضى اللي عندهم سكر دايما حافظ على سكرك يكون في المعدل الطبيعي، واللي انت تسمع كلام الدكاتره. لو انت اتعصبت زياده عن اللازم وما عملتش كنترول على العصبيه بتاعتك دي زي ما انا هقول لك هتعمل كنترول ازاي عليها باستخدام النباتات الطبيه، العصبيه دي بتقلب ان عضلاتك تضعف وتتحول لدهون.
طب خد بقى المفاجأة، اللي بيحرق الدهون اصلا هو العضلات. لو انت المحتوى العضلي بتاعك ضعيف ما انتش هتحرق الدهون. فانت دايما حافظ على هرمون الكورتيزول يكون قليل عشان عضلاتك ما تتكلش. طب انا حافظ على هرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر العصبي والعصبية ازاي؟ قليل بالان انا اشرب بعض النباتات الطبية المتاحة ليك زي الريحان. الريحان موجود في كل حتة، ده انت حتى تلاقيه زرعه عندك في البلكونة، زرعه عندك في الجنينة، او احنا عندنا نباتات طبية متخصصة زي نبات بقرة القديس يوحنا وزي نبات الملسة. دي كلها نباتات طبية بتقلل هرمون الكورتيزول، فبالتالي بتقوي العضلات وبتخليك قوي جدا عشان بتخليك هادي. رقم اتنين، من الاصدقاء معادن الكالسيوم والمغنيسيوم. ما ينفعش اتكلم عن العضلات الا لما اتكلم عن الشد العضلي اللي بيحصل للناس وبالاخص وهي نايمه. الشد العضلي ده يا جماعه سببه اما نقص مغنيسيوم او نقص كالسيوم. القرفه والزنجبيل، يعني انا عندي التهاب في عضلات ظهري او بشرب كوبايه قرفه على زنجبيل هتظبط لي الدنيا، بس خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان الزنجبيل بيزود السيوله بتاعت الدم، القرفه بتزود السيوله بتاعت الدم. الزنجبيل من النباتات الطبيه اللي ممكن ترفع الضغط. اخر نصيحه خالص، وهي نصيحه ملهاش علاقه بالنباتات الطبيه، اما يكون عندك الم في ظهرك والم في عضلات ظهرك ممنوع تنام على بطنك، بلاش النومه دي، نومه مضره للظهر. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفايد تكون عجبتكم. ليه انا اخترت الكركمين يا جماعه؟ لان بكل بساطه هو الساحر بتاع الالتهاب، الساحر اللي بيوقف الالتهاب، فبالتالي بيخلي العضو يقدر يتنفس، يقدر يقوم على حيله، يحصل فيه اعاده بناء تاني، يحصل فيه اصلاح تاني. فلازم توقف الالتهاب عشان تقدر اللي انت تعالج المرض.